طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، تحية طيبة مباركة أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. أحييكم أنا مختار الفقيه، وأسلط الضوء اليوم على تصاعد الخلافات والاتهامات في صفوف الميليشيات الحوثية على سرقة الأموال ونهبها. سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، الوحوش الذين يقتلون الأبرياء في منازلهم أو على الشوارع والأرصفة تلتهمهم الصحاري والجبال من أفراد الميليشيات الحوثية، ويلقوا العدالة هناك حيث يتم القضاء على أسراب منهم، كلهم ملطخون بالجرائم والقتل، وهي سنة كونية لا تتبدل. بالمقابل أيضا من ينهبون أموال الناس ويسرقونها بشكل من الأشكال يختلفون ويتصارعون على هذه الأموال، وسيقتتلون بينها يوما من الأيام، وقد بدأت أصواتهم تتعالى في ذلك ورصاصاتهم تنطلق. إنها الميليشيات المعبأة بالإجرام والموت والقتل والعنصرية، ميليشيات الحوثي. فما سر خروج هذه الخلافات على نهب الأموال وسرقة المساعدات الإنسانية بهذا الشكل الكبير والعلني إلى السطح؟ وما انعكاسات هذا الصراع على أجنحة الميليشيات الحوثية وأيضا واقعها الحالي سواء سياسيا أو عسكريا؟ تبادل الاتهامات بين قيادات الميليشيات الحوثية حول نهب الأموال والمساعدات الإنسانية موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. سعدني أن أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي الأعزاء، وفي مقدمتهم الشيخ محمد ناصر الحزمي عضو مجلس النواب. شيخ محمد أهلا وسهلا بك وطابت أوقاتك بكل خير. حياك الله وحيا المشاهدين جميعا. تحية طيبة لك أستاذ محمد. شيخ محمد، وقبل أن نبدأ معك سنتابع أولا تفاصيل هذا الموضوع في سياق هذا التقرير الذي أعده الزميل فؤاد فارس. على عكس المثل الشعبي، رأى الشعب الحوثيين وهم يسرقون، ورآهم وهم على ما سرقوا يختلفون. فالحوثيون الذين هبطوا على الأموال العامة والخاصة كأسراب الجراد، فتركوا خزائن البنوك خالية، وأرهقوا التجار والمواطنين بجبايات خيالية، لم يلبثوا أن دبت بينهم العداوة والبغضاء بعد أن رأوا أنهم ليسوا في المحصول سواء. الصراع بين أجنحة الميليشيا على ما نهبوه وينهبونه لم يعد حبيس الغرف المغلقة، بل خرج منذ فترة إلى فضاءات مواقع التواصل المفتوحة ليكشف كل فريق عن بعض سوءات الفريق الآخر وسيئاته. التراشقات وتهم الفساد بين منتحلي صفات رسمية من قيادات الميليشيا لم تقتصر على مستوى في الميليشيا دون الآخر. وعلى سبيل المثال، وفيما شن الحوثي أسامة ساري هجوما على ميليشياوي آخر ينتحل صفة وزير، مؤكدا امتلاكه وثائق تثبت سرقته ل13 سيارة وأكثر من 670 ألف دولار تمويل صفقة، ومبلغ مليوني دولار تمويل قدمته منظمة اليونسيف لتنفيذ حملات بيئية. جاء الرد عبر حساب حوثي يحمل اسم الخميني زيد، متهما ساري بأنه مجرد بوق لأحمد حامد منتحل صفة مدير مكتب الرئاسة، مؤكدا امتلاك وثائق تثبت ممارسة حامد وعصابته لسرقات فاقت التخيلات. وإذا كانت تلك حادثة واحدة من حوادث تراشقات الانفضاح الميليشياوي حيث يشهد بعضهم على بعض، فإنما يبقى مؤكدا أن ما يفضح به الميليشياويون بعضهم ليس سوى كشف عن شرارة صغيرة من الحريق الهائل الذي أشعله في الوطن، وأن التعامل الصحيح مع الميليشيا لا يكمن في الدخول في تفاصيل ما تقترفه أيديهم مما هو مؤكد حتى لو لم يفضحوا بعضهم، بقدر ما يكمن في علاج أساس المشكلة عبر استعادة الوطن ومؤسسات الدولة من أيديهم، وذلك وحده الحل، وما سواه مجرد متاهات تضاعف المشكلة وتطيل أمد معاناة الشعب.
شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأعزاء وبضيفي الشيخ محمد ناصر الحزمي عضو مجلس النواب. شيخ محمد مرة أخرى أهلا وسهلا بك. اليمنيون يعرفون هذه الجماعة، شاهدوها وهي تسرق وتنهب وتقتل، يعرف الجميع أن ادعاءهم باحتفال بالمولد النبوي هو محاولة للتغطية على كينونتهم الملطخة بالسرقة والقتل، لكن ما الذي خرج الآن من الغلق من الغرف المغلقة وبدأ للسطح حسب ما تابعت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يا أخي المفروض أن الناس كلهم يفهمون الذي يجيز سفك الدماء ما الذي سيمنعه من السرقة؟ الذي يجيز تمزيق الوطن ما الذي سيمنعه من السرقة؟ الذي يجيز تمزيق البلاد وتشريد الناس وتعذيب الناس وسحل الناس ما الذي سيمنعه من السرقة؟ يعني هذا طبيعي، يعني إذا الإنسان يرتكب الموبقات الكبيرة فما الذي سيمنعه أن يرتكب غيرها؟ ولذلك يعني من الآن الذي طفح الكيل والذي نشاهده هو مسألة فقط ناتج عن بلوغ شراسة الصراع إلى مرتبة عالية بين هؤلاء اللصوص، وحتى أنهم لم يستطيعوا أن يعالجوا المسألة فيما بينهم، وهذا يدل على دلالة واضحة أن صراع المصالح وصراع النفوذ هو ناتج الانقسام الذي تعيشه هذه الميليشيات، وأيضا ناتج للسبب الرئيس وهو الظلم الذي ترتكبه في حق 30 مليون يمني. هذا الظلم لا يولد لهم سعادة ولا يولد لهم رخاء، إنما سيولد لهم ضنكة. ولذلك أنا أشير إلى ما كتبه قائد حوثي وهو محمد علي الحماد في آخر منشور له، وقال منذ 6 سنوات يحكمنا اللصوص، وقال أنه لم يقتل لص واحد ولم يؤسر في عملية خائن واحد، قال ستنتهي الحرب وأيضا يحكمنا اللصوص. فهذا دليل الصراع الذي يسمعه اليمنيون الآن على رسائل الإعلام. طيب هل يمكن الحكم على أن هناك صراع بيني عند هذه الميليشيات من خلال تغريدات؟ ليس من خلال تغريدة، نحن نتحدث عن وثائق ينشر بعضهم ضد بعض، نتحدث عن كلام وصل إلى مرحلة التحدث عن صور نساء، التحدث عن كلام يعني ساقط لا يقوله عقلاء، وهذا ما يخرج نتيجة لهدوء نفسي، إنما يخرج نتيجة لما قد وصلوا إليه من ضنك ووصلوا إليه من حقد ووصلوا إليه من سفه فيما بينهم. وهذا أقول النتيجة وهو عقاب من الله لما فعلوا به بالناس، لما ظلموا ولما سفكوا ولما نهبوا، وهذا حق الشعب اليمني، سيخرج منهم، سيخرج من عرقهم، سيخرج من سعادتهم، سيخرج من سعادتهم في الدنيا والآخرة. هل هناك ومن خلال اطلاعك ومتابعتك، وأنت أيضا تتابع حتى حسابات الميليشيات الحوثية وبعض قاداتها، هل هناك نماذج لأرقام يعني شخصيات حوثية يتم الآن الحديث عنها وأنها تنهب أو تسلب، سواء المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة أو أموال المواطنين ويبدأ الصراع بعد ذلك عليها؟ نحن نتحدث اليوم عن كلامهم قالوه، ليس خصماؤهم أو أعداؤهم، هذا كلام منهم أنفسهم. يعني مثلا أسامة ساري وهو معروف، يعني معروف أنه قيادي حوثي، يتحدث عن أن وزير البيئة منهم نهب، هكذا في تغريدة له مؤخرا يقول نهب 1,900,000,000 دولار، تخيل ربع ميزانية الجمهورية اليمنية في 2013، يعني 1,000,000,000، إذا كان هذا وزير ونهب هذا المبلغ بكله
ثم يقول لك ما نحن لا يوجد معنا رواتب. طيب من أين هذه الأموال؟ هذه الأموال تنهب، يعني من أين ستسلم رواتب وأنت تنهب هذه الأموال؟ ما أشرت إليه في مسألة إنشاء ما يسمى بال الهيئة التي تعتني بالشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وهذه يرأسها محسن طاووس تقريبا. هذا بأمر من حامد أو أحمد حامد الذي هو مدير مكتب المشاط، وهو الصراع الآن. أنا اسمح لي قبل أن أتكلم في هذه المسألة أو فساد هذه الجهاز هذا الذي أنشئ مخالفة للدستور. نعم. أصلا الحركة نفسها تحكم مخالفة للدستور. اسمح لي أتكلم عن أن 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 الهيكل التنظيمي للحركة الحوثية غير متجانس. يعني صحيح أن عندما دخلوا صنعاء كانوا كتلة واحدة، لكن عندما وصلوا وبدأوا يوزعوا المغانم والمناصب أخذوا التنظيم الإيراني بذاته. يعني عبد الملك له المرشد الروحي مقابل علي خامنائي، البشاط مقابل الصمات له المسألة السياسية مقابل روحاني والحكومة والرئاسة، الباسيج معهم اللجان الشعبية مقابل اللجان الشعبية، اللجنة الثورية الحوثية مقابل الحرس الثوري الإيراني. هذا الهيكل التنظيمي للحركة الحوثية هذا نتيجة للمصالح التي حدثت. طبعا هذا التفرقة أو هذا الهيكل التنظيمي، أيضا هناك هيكل أو هناك تفرقة أو سميها هيكل جغرافي. يعني مثلا عندك أصحاب صعدة وحوثة صعدة وحوثة صنعاء وحوثة مناطق اليمن الأسفل، ما يطلق عليه اليمن الأسفل، هؤلاء أيضا ثلاث فرق. أيضا عندك الخلافة العقدي، أيضا عندك الجارودية وعندك الزيدية وعندك الخمينية اللي هي الحوثية، فأيضا ثلاث فرق. يعني أنا أذكر زميلنا عبد الكريم جدبان ذات مرة وأنا أتناقش معه في البرلمان وأتكلم عن الروافض وكذا، قال أنا ضد الرافضة، وهذا دليلي، وأعطاني كلام من الكتاب الذي ألفه، لا أذكر إيش اسم الكتاب، ولذلك هو قتل. فهذه هذا كم الاختلاف الذي كان غائبا عندما سيطروا على صنعاء ظهر عندما جاءت المغانم والمكاسب، وظهر الصراع إلى العلن، ولم يستطيعوا أن يخفوا ولم يستطيعوا، لأن المسألة بالنسبة لهم حياة أو موت، سواء الخلاف على النفوذ أو الخلاف، يعني بعض يعني تحدث الخلاف على النفوذ يعني قتل، يعني آخرهم حسن زيد وأنتم سمعتوا في إحدى المقابلات وهو يتحدث قال لو بإمكانهم أن يخفوني أو ينهوني بهذا المعنى أن فعلوا، وها هو يقتل ولا ندري كيف قتل، لماذا قتل، من قتله، ما الأسباب، من لماذا فجأة هكذا وبسرعة قصوى تم كما قالوا قتل من قتله، لا ما ولا نعرف ما هي القصة، ومثله مثل من سبقه من عبد الكريم جدوان أو غيره. هذا صراع النفوذ الذي هو يحدث بين الحوثيين وبعضهم بعضا، ها وأيضا صراع المصالح. يعني نعود إلى مسألة مثلا هذه المؤسسة أو الجهاز الذي أنشئ للمساعدة الإنسانية والتعاون الدولي، هذا أنشئ بقرار من المشار، وهو خارج إطار وثياق الحكومة التي ادعوا أنهم يحكمون بها، وهنا ظهر الفساد. يعني مثلا يتحدثون عن بعضهم بعض، وهذا بالوثائق، أنه في اليوم الواحد يدخل تقريبا 100,000، هذا الجهاز يدخل 100,000 دولار. تخيل أنت 100,000 دولار إضافة إلى أن كل مشروع تقيمه المنظمة، أي منظمة إنسانية، يأخذ عليهم من 5 إلى 10,000 دولار، ثم أن المشاريع يشرفون على فساد هذه المنظمات. يعني هب لي هب لك، يعني بدلا أن يكون مشاريعها وفق القانون المقاسات والمناقصات،
من الذي سيضاعف الربح وسيضاعف الفساد ويضاعف السرقة؟ فهكذا يتحدثون عن بعضهم، نحن لم نأتي بشيء من عندنا، نحن نتحدث عن ما يقولون أو في وسائل إعلامهم التي يقرأها الناس جميعا. نعم، يعني عندما يتم يعني الحديث والتراشق فيما بينهم والحديث عن إظهار صور لنساء الطرف الذي يعتبروه أيضا مصارعا له على المصالح في هذا الجانب، ما الذي يعكس أيضا ويشي للشعب اليمني يعني وصولا إلى هذا المستوى؟ ما الذي يتدخل، من الذي يتدخل حتى يحصل على صور خاصة بالنساء وينشرها أو يهدد بنشرها؟ يا أخي، سكرة الحكم أعظم من سكرة الخمر، وسكرة المناصب هي حكم، كل واحد يريد أن يحكم مؤسسة، كل واحد. ولذلك شوف، هم أنشأوا أكبر مؤسسة اسمها مؤسسة السوق السوداء، هذه مؤسسة السوق السوداء ما أنشأها الحوثي، يعني وهي مؤسسة كبيرة جدا تشتغل في كل شيء، تشتغل في البترول، في الديزل، في المواد الغذائية، في ولذلك تجد أنه فجأة يرتفع البترول، ما في بترول، ما البترول ب20,000، الدفع تصل إلى 20,000، يعني في شغل شغل. طبعا هذا على حساب المواطن، يعني من التقارير الدولية المحايدة أن ما يصل للمواطن من المعونات والمساعدات الدولية لا يتجاوز 10%، ويعني المواطن هو الخسران في النهاية، والمواطن هو الذي يدفع، وعاده من 10% هذه يدفع حق المولد، ويدفع حق المجهود الحربي، ويدفع حق الأشياء التي يفرضونها كل وقت يجعلون لها مناسبة. نعم، عندما يتم مثلا الكتابة عن أحدهم بمسمى عبد المحسن طاووس وأنه نهب 16 قاطرة و70,000 اسطوانة غاز ومبلغ 52 مليون ريال كانت في خزينة الشركة أثناء نهبها، يعني هذا نموذج، ما الذي يمكن القياس عليه؟ هذا النموذج الذي يظهر، لكن ما خفيه هو أكبر وأعظم. ولذلك يا أخي إذا كانوا يتقاسموا على شكل، أنا أضرب لك مثال، البيت حقي الذي نهبوه قسموا على، كان أنا عملته، كان أوقفته للمسجد الذي بجوارنا، أدوه مقابل للعاقل، ومن فيه مخزن غاز للعاقل، أجرته حق ما يساعدهم في نهب بيتي، والإيجار الثاني وزعوا الإيجارات، إذا كان على مستوى بيت. نعم، ربما انقطع الصوت بنا معك شيخ محمد وسنعود إليك. ينضم إلينا رئيس منظمة تمكير لحقوق الإنسان الأستاذ مراد الغاراتي. أستاذ مراد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور أستاذ مراد الغاراتي. فيما يتعلق ب يعني ظهور الوثائق، دعني أشير هنا إلى، لأن الشعب اليمني يعرف تماما مسلسل النهب والسرقة ويعني النصب الذي مارسه الحوثي خلال وأنصاره وقياداته خلال السنوات الماضية كلها، لكن بدء كشف وثائق للعلن وتبادل اتهامات، ما الذي على ماذا يدل وما الذي يخفيه؟ في الحقيقة أن هذا الأمور لم تعد خافية على أحد، أي وثائق تظهر الآن هي فقط للتأكيد على ما تقوم به ميليشيات الحوثي من جرائم وانتهاكات وممارسات وعمليات نهب، وكلها ضد الشعب اليمني، وهذا ما تمارسه ميليشيات الحوثي منذ انقلابها. الوثائق فقط هي للتأكيد ولإثبات تلك الممارسات والانتهاكات، ويجب التعامل معها أيضا بجدية، لا ينبغي التساهل أو الإهمال لمثل هذه الوثائق كونها تؤكد هذه الممارسات. طيب، يعني الآن وثائق، يعني في حركة لإخراج وثائق في صفوف هذه الميليشيات تثبت عملية النهب والسرقة بالوثائق، يعني هل لها انعكاسات؟ هل تنوم عن صراع حقيقي؟ أم أن الصراع يبقى في حدود معينة، اختلاف على السرقة لا أكثر؟ يعني وفي الحقيقة شوف، إذا تحدثنا عن مسألة الوثائق المتعلقة بالمسألة الإنسانية، الصراع
واضح منذ أشهر بالنسبة لمحاولة سيطرة ميليشيات الحوثي والصراع الدائر بين أحمد حامد والطاووس وأخوان عبد الملك الحوثي، لكن هذه الوثائق تثبت فعليا ما يحدث داخل الحركة الحوثية، تثبت فعلا مسألة الصراع ومحاولة السيطرة الكاملة على المسألة الإنسانية. الدلالات لهذا الموضوع تتعلق بمسألة السيطرة الكاملة ومحاولة نهب ما تبقى من الـ من الـ من الـ من الجانب الإنساني الذي يخص الشعب اليمني، هذا جانب بالناحية الإنسانية. بالنسبة للناحية السياسية فهي تثبت فعلا الصراع، يعني بالفعل الصراع أصلا قائم وموجود في كل الأجنحة، الأجنحة السياسية والأجنحة العسكرية الميليشياوية التابعة للحوثيين. لكن هذه الوثائق إذا تحدثنا عنها من المنظور الإنساني فهي إثبات لما يعني تمارسه ميليشيات الحوثي، وأيضا إثبات للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي المعني بالشأن الإنساني الذي ربما لم يرفع صوته إلا بشكل خافت فيما يتعلق بمسألة الإنسانية ومسألة نهب ميليشيات الحوثي لهذه المساعدات. طيب عندما يعني يتم الحديث عن المساعدات الإنسانية التي تجمع من كل العالم ومن مبالغ يعني طائلة 4 مليار دولار تزيد تنقص في بعض السنوات، هذه المبالغ يعني لا يعرف الشعب اليمني لها أثرا يعني كبيرا، كل ما هو معروف هو مجاميع من السلل الغذائية أو نحوها، ثم يأتي الحديث عن مليارات يتم نهبها بهذه الصورة من هذه القيادات، يعني ما التفصيل في هذا الجانب بالنسبة لك؟ نحن شاهدنا ما تم يعني قبل حوالي شهر ونصف مثلا بالجانب المالي، ما تم تجميعه من أموال وكيف تم تقاسمه وكيف كانت توزيعات قائد الميليشيات الحوثية هذا السيء عبد الملك الحوثي بتقاسم تلك الأموال أو توزيعها لجماعته والتابعين له، هذا من ناحية الأموال التي يتم جمعها في مسألة الخمس أو في الضرائب أو في الجمارك، والتي تم ابتزاز الكثير من الناس والتجار داخل اليمن. فإذا إذا إذا نظرنا أيضا للشق الإنساني هناك يعني نحن نعلم تماما أيضا ما يصل إلى اليمنيين أنه لا يزيد عن 20%، بينما هناك 20% أخرى تفريضها ميليشيات الحوثي على المساعدات الإنسانية من أصل المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى جزء من المساعدات، بالإضافة إلى أن هناك جزء آخر لجماعتها أو يتم تحويله لجماعتها. هناك الكثير من هذه المسائل والانتهاكات كما قلت لا يتم الحديث عنها في إطار المجتمع الدولي، لأن هنا ليس هناك رقابة أو محاسبة لمسار تلك المساعدات الإنسانية. تعال ننظر أيضا إلى ما تطالب به مؤخرا والذي اختلفت في الميليشيات الحوثية مثلا مع برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمسألة تحويل المساعدات العينية إلى مساعدات النقدية في محاولة واضحة للنهب والفساد الواضح وأكل حقوق الناس بشكل واضح من قبل ميليشيات الحوثي وباستخدام هذه المنظمات الدولية، بينما هناك صمت من قبل المجتمع الدولي أمام ما يتم من قبل هذه الميليشيا. نحن لاحظنا خلال منذ سنوات الانقلاب ما قامت أيضا به الميليشيات من نهب لمؤسسات الدولة، من نهب لأموال الناس، من كل هذا. يعني عندما نتحدث على المساعدات الإنسانية فهي مسار مهم ومسار كبير يعود منه هذه المبالغ. تعال ننظر أيضا إلى أمثلة أخرى، مثلا أمين العاصمة التابعة للحوثيين هذا ما لا أذكر اسمه، عباد ما لا أعرف اسمه بالضبط، نعم يعني يفتتح مشاريع ترميم شوارع ب 850 مليون ريال يمني لإصلاح 2 أو 3 شوارع، وهذه مدعومة من قبل منظمات دولية. أين تذهب كل تلك الأموال؟ تذهب إلى جيوب الميليشيات ويتم تجميعها وإعادة توزيعها على ما يسمون بالوزراء، ما يسمون بالقيادات، ما يسمون بالمشرفين، ما يسموه بهذا الشكل. وأيضا الجزء اليسير بالطبع يعني نحن ندرك تماما وأيضا لدينا التقارير المرصودة عن ما يتم بالنسبة للمن يقاتلون في الجبهات، لا يظهر لهم سوى اليسير من المساعدات العينية التي تقدم كمساعدات إنسانية لليمنيين يتم تحويلها إلى جبهات القتال، بينما الأموال والمبالغ الكبيرة وعمليات النهب الكبيرة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تذهب إلى قياداته. يعني هناك وضع مزري في الحقيقة. هناك أيضا دعني أشير وأؤكد على ما قلته أنت قبل قليل في موضوع صراع الميليشيات، أن مؤخرا عندما تم تعيين
عن عبد الملك الحوثي وأخيه في إطار السكنشة هذه أو يسموها المجلس الأعلى للطوارئ ومواجهة الطوارئ والشؤون الإنسانية. هذا يعني استكمال للسيطرة الكاملة على العملية الإنسانية والتنموية، لا نقصد فقط هنا العملية الإنسانية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية بالغذاء أو ما إلى ذلك أو الجانب الصحي والمساعدة الطبية. نحن نتحدث حتى عن الجانب التنموية، حتى عن دعم ما تقدمه المنظمات الدولية. الجانب التنموي مهم جدا، ودعني أختم معك حوله أستاذ مراد. الجانب التنموي يعني المواطنون في مناطق سيطرة الحوثية يلاحظون أن هناك زفلة لشارع ما، أو يعني مثلا الريف ومياه الريف وغيرها، إحداث مشروع هنا أو هناك. هل الميليشيات الحوثية عبر مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها تتبنى هذه المشاريع، أم هذه مشاريع أممية خالصة، وأن عمليات النهب التي تقوم بها الميليشيات الحوثية تكون لذات المشاريع وأجزاء من ميزانيتها من خلال متابعتك؟ نحن ندرك تماما بأن هناك جزء كبير غير معلن عنه من ذلك الدعم التنموي الذي يقدم من المانحين الدوليين، وحتى كأنه كان هناك التزامات سابقة ما قبل انقلاب ميليشيات الحوثي والتزامات لاحقة أيضا من قبل المانحين الدوليين يتقدم إلى اليمن ووفقا للعقود والاتفاقيات التي وقعت في صنعاء مع وزارة التخطيط حينما كانت هناك تابعة للعقوبة الشرعية. بالتالي استغلت ميليشيات الحوثي بنهب أو تحويل هذه المساعدات التنموية لا تقدم. يعني إذا نظرنا مثلا إلى إعادة تأهيل مدارس طلاب موجودة مثلا في صنعاء، لا يتم سوى ترميم أو فتح مدارس أو ترميمها مدرسة أو مدرستين من أصل عدد كبير من المدارس مثلا اللي موجودة في صنعاء، وأيضا يتم كيفية استعادة هذا الدعم الذي قدم تنمويا، يتم استعادته من خلال الأعمال والممارسات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي مثلا في مسألة حصحصة المدارس الحكومية واستلام ونهب أموال المواطنين الذين يريدون تعليم أبنائهم. تعال ننظر إذا هذه مثلا شارعين أو ثلاثة يقوم به أمين العاصمة التابع لهم ب 850 مليون ريال يمني على شارعين أو ثلاثة، لا يمكن أن يتجاوز حتى 100 مليون ريال الترميم الذي يحدث لهذه الشوارع. تعال ننظر إلى أشياء كثيرة، تعال ننظر أيضا إلى تساهل المنظمات الأممية في بعض مسائل الدعم التنموي أو بعض مسائل الدعم المتعلق بالجانب الإنساني. مثلا اليو إن دي بي خلال العام الماضي قدم 20 سيارة كدعم لهذه الميليشيات من أجل إزالة الألغام. يعني هذا شيء غير معقول، لا يدخل العقل أن تأتي وتقدم 20 سيارة من أجل فريق إزالة الألغام، بينما من يزرع الألغام هي تلك الميليشيات، فكيف تقدم له دعم تنموي بهذا الاسم أو تحت هذا العنوان؟ يعني هناك أشياء كثيرة ربما نحن نعرف وندرك تماما أن ميليشيات الحوثية هي ميليشيات نهب وميليشيات أكل حقوق الناس، أيضا تضع المواطن اليمني في حالة مجاعة، بينما بالمقابل المنظمات الدولية تتساهل في كثير من هذه الأمور. ربما هي تبرر بأنها يجب أن توصل المساعدات إلى اليمني حتى وإن كان بنسبة بسيطة تصل إلى 20 أو 30%، لكن في المحصلة هي تدعم ميليشيات الحوثي وتدعم بقائها من خلال هذا الدعم المالي أو الدعم التنموي أو الدعم الإنساني، بينما الناس تموت جوع. نحن أنا أؤكد لك يعني الفيلم الذي أخرج قبل أشهر من قبل المخرجين نسرين السبيعي عن المجاعة وعن أن الناس يأكلون الأشجار في الرياض التابعة لمحافظة حجة والتابعة لمحافظة في أكلم مثلا، هذا الفيلم الذي انتج الناس تأكل الأشجار، تأكل أوراق الشجر من الجوع، بينما ميليشيات الحوثي تنهب وتأكل كل المساعدات الإنسانية والتنمية. ولا بالمقابل أيضا ليس هناك أي تحرك دولي، هناك صمت مريب وصمت عجيب من قبل هذه المنظمات، إلا ما ظهر مؤخرا من عدد من البيانات التي تقول بأن هناك عراقيل وهناك صعوبات وهناك تحديات، لكنها لم تعترف بحقيقة الأمر أو تشير بشكل واضح إلى من عرقل هذه المساعدات والعاملين الإنسانيين وأيضا العمليات التنموية. رئيس منظمة تمكين لحقوق الإنسان الأستاذ مراد الغارتي كنت معنا، شكرا جزيلا لك أستاذ مراد. شكرا جزيلا. مشاهدينا سنخرج إلى فاصل قصير، نعود ونكمل حوارنا مع الشيخ محمد الحزمي عضو مجلس النواب حول تبادل الاتهامات بين قيادة الميليشيات الحوثية حول عمليات النهب والسرقة للمساعدات
الإنسانية والأموال والممتلكات العامة. فاصل ثم نكمل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، عدنا إليكم لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا الشيخ محمد ناصر الحزمي عضو مجلس النواب اليمني عبر سكايب. الشيخ محمد مرة أخرى مرحبا وأهلا وسهلا. في إطار الحديث عن تبادل الاتهامات بين قيادات الميليشيات الحوثية حول عمليات نهب الأموال وسرقة المساعدات، عندما يكتب أحدهم على صفحته ناقدا بأن يسمي أشخاص مثل أحمد حامد وعبد الغني المداني وعبد المحسن طاووس وحسين الدريب، كل هؤلاء يصفهم، يقول كل هؤلاء يتبعون معاوية، ويقول أنهم يعني لصوص وأنه سيفضحهم بالوثائق. كيف اختلط الفكر مع الصراع على المال مع تبادل الاتهامات بهذا الشكل؟ يا أخي، الله عز وجل قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، كيف تريدون أن يصلح الله لهم وهم قد أفسدوا بلد بأكمله، أفسدوا بلد فيه 30 مليون اليوم يعانون من الفقر ومن الجوع، ولذلك ما لا تتوقع أن ينجحوا في شيء، أما المجرم لا ينجح في شيء. ولذلك أنت اليوم أو نحن نشاهد شيء يسير مما هو حاصل فيما بينهم، وهو سيتطور إلى أبعد من ذلك، لأنه كلما الإنسان أمعن في الإجرام كلما انعكس على ذلك على حياته وجعلها ضنك. ولذلك لا تستغربوا من هذا الأمر، فهو أمر سيزداد كثيرا. أنا أقول هناك أيضا بطبيعة الإنسان، الإنسان يعقل بعقالين، عقال الإيمان وعقال السلطان، فإذا كانوا هم أصحاب السلطان ولا يوجد إيمان فما الذي سيمنعهم، ما الذي سيعقله؟ يعني لا إيمان يعقل ولا سلطان موجود، هم أصلا السلطان، هم أصل العصابة هم الآن هناك، لذلك ما الذي سيربح؟ السلطان بالنسبة لهم والذي يؤمنون به هو عبد الملك الحوثي، ولذلك ترى في كثير من هذه الخلافات وعبر منشوراتهم أيضا تجد هناك تدخلات كبيرة، إما من الحوثي الكبير أو من الحوثي الصغير، إما من الشقيق لعبد الملك الحوثي أو عم عبد الملك الحوثي، محاولة لتجاوز هذه الخلافات لدرجة أنهم قالوا يعني بالمعنى الأصح فضحتوبنا عبر إعلام العدوان، هكذا يقولون. حتى عبد الملك في خطابه تحدث عن هذه النقطة. أيوة، يتحدثون عن الفضيحة لكن لا يتحدثون عن أساس الجريمة. يعني بس يعني بمعنى اسرقوا لكن لا تفضحوناش، بمعنى انهبوا لكن لا تفضحوناش، هذا هو المفهوم. هذا ما قاله عبد الملك الحوثي نفسه. لماذا تذهبون للكتابة في الفيسبوك؟ لماذا تذهبون أيضا للكتابة في مواقع التواصل؟ نعم، هم لا يريدون أن يسمع الشعب ما يحدث. يا أخي، هناك جيل كامل الآن يبعثون به إلى الجبهات للموت في سبيل أن يظلوا ينهبوا ويسرقوا، فهذا سينعكس أن الشعب سيفهم، يقول لك نحن سنقاتل من أجل ماذا؟ نقاتل من أجل أن يسرقونا، من أجل أن ينهبونا؟ ولذلك هم لا يريدون المسألة أن تظهر للناس. يعني الإشكالية هم أنهم خائفون من إظهار المسألة أمام الشعب، فالشعب يعرف حقيقتهم أكثر ويتأكد مما كنا نقوله هو أكثر، وهم خائفين من الفضيحة كما يقال، لكن أنهم يمارسوا الجريمة عادي. لذلك هذه يعني الأصل في هؤلاء أن يساقوا إلى المحاكم وإلى الزلازل، لا أن 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 أنهم يعاتبوا على أنهم كشفوا المسروق ولم يعاتبوا أنهم سرقوا المسروق ونهبوا المنهوب. وللأسف أنا كما أشار ضيفك عبر التليفون، أنا ما كنت أسمع كثيرا، يعني للأسف أن بعض المنظمات الدولية تشتغل معهم في هذا السياق، يعني انهب لي انهب لك، هب لي أهب لك، مرتاحين جدا. يعني حتى تحصل أغلب المنظمات العاملة في المناطق المحررة ينزلوا من صنعاء، من ما يجوش مباشرة من أبناء المنطقة، لا ينزلوا من هناك، وهكذا تعاون. يعني وجدوا بيئة يعني تساعدهم في أنهم ينهبون هذه المساعدات. ولذلك أنت تستغرب من الأرقام المهولة التي تعلنها المنظمات الدولية
التي تقول أنها أنفقتها على الشعب اليمني. ولو سألت لو تأتي وتعمل استطلاع للناس الذين استلموا معونات من المنظمات الدولية ستجد أنهم فعلا لم يستلموا يعني شيء يسير، يعني لم يستلموا ما هو 1% من كل أسرة. نعم، اسمح لي الشيخ محمد أن أشارك معي أيضا في هذا الحوار الإعلامي وناشط سياسي زيد الشليف. سيد أستاذ زيد، أهلا وسهلا بك. في إطار حديثنا عن تبادل الاتهامات بين قيادات الميليشيات الحوثية حول نهب الأموال والمساعدة الإنسانية وخروج ذلك بهذا الشكل العلني وتدخل قيادات من الميليشيات الحوثية لمحاولة إعادة دفنه بدلا من يعني كما يدعون أو يريدون محاسبة، إن كانوا يريدون أن يحاسبوا أحدا. شاهد هنا بأن تبادل الاتهامات زاد عن حده، درجة أنه سامى هذا يعني الناشط الإعلامي الحوثي يتحدث عن نبيل الوزير ومسميات أخرى ويتهمهم أيضا باتهامات ويقول أنهم يريدون أن يركلوا أبناء صعدة من صنعاء. يعني ما الذي يعكسه كل هذا الخلاف؟ اولا احييكم واحيي مشاهديكم الكرام وضيوفك الكرام، وبالطبع يعني جماعه قائمه على النهب والسرق ماذا تنتظر غير الخلاف على ما تم سرقه ونهبه. الجماعه الحوثيه منذ ان بدات في صعدة حتى وصلت عمران حتى حكمت في صنعاء لم يرى منها اليمنيون غير النهب والسرق. المشرفين الحوثيين أصبحوا من أغنياء المنطقة وهم كانوا قبل ذلك لا يجدون شيئا. كان هنالك أصوات منذ البداية لكنهم كانوا خائفين. الجديد في الأمر اليوم أن هنالك من كثر الفساد الذي أصبح يعج به الحوثيون أو تعج به مؤسسات الحوثي أصبح الناشطون الحوثيون لا يطيقون ذلك، ليس حرصا على الوطن وإنما لأنه ربما هذا المشرف حصل على هذا الدعم ولم يحصل على المشرف الآخر. المواجهة الآن بينهم ليست مواجهة على الفساد كما يدعي بعضهم أنه يحارب الفساد، لا، المواجهة هي الآن لماذا يفسد فلان، لماذا تذهب هذه المعونات لفلان ولا تذهب لفلان. أنا اطلعت على عدة ملفات لمنظمات دولية دعمت بمليارات في 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 اليمن، لك أن تتخيل أن 2 مليار ريال ذهبت في مديرة من مديريات صعدة للتوعية بخطر مرض ليس موجود في اليمن. 2 مليار ريال في خلال شهر واحد لمديرة من مديريات صعدة، صرفت هذا 2 مليار عبر هذه المنظمات بأسامي وهمية كانت تتبع المشرفين، كان المشرف الواحد يستلم أكثر من 200-300 اسم ويخلف مثلا محمد علي زيد، زيد علي محمد، علي محمد زيد، محمد زيد علي، ويضع أرقام وينهبون المنظمات بشكل غير عادي. وأنا سمعت تصريح المنظمة تقول أن هم يعلمون أن الحوثي ينهب هذه المساعدات لكنهم لا يجدون وسيلة أخرى لمساعدة اليمني في مناطق سيطرة الحوثي إلا عن طريق الحوثي وبشروطه. يعني هنالك تواطؤ كبير من هذه المنظمات، وهنالك يعني كما ذكرت أنه الفساد أصبح بشكل كبير وأصبح الجميع يعلم أن هنالك فساد لكنهم تحت سطوة الحوثي لا يجرؤون على أن يقولوا شيء. وهؤلاء الذين يتكلمون اليوم في الإعلام لا يتكلمون إلا أقول ووراءهم ربما ظهر، لكن كل هؤلاء سواء الذين يدعون أن هذا فاسد أو أنهم يواجهون الفساد كلهم هم رعية تبع الفاسد الكبير والمجرم الأكبر والذي نهب اليمنيين مرة باسم دعم البنك ومرة باسم مواجهة العدوان ومرة باسم المجهود الحربي وأخرى باسم الخمس وأخرى باسم آل البيت وأخرى باسم المولد النبوي واختلق ألف عذر وعذر لنهب اليمنيين. هو النهاب الكبير والسارق الكبير عبد الملك الحوثي الذي يرعى كل هذا الفساد ويرعى كل هذا الإجرام ويرعى كل هذه الميليشيات القائمة على السرق والفساد. ماذا تنتظر من المشرفين يتم تعيينهم؟ كانوا سجناء سرق لديهم سوابق في السرق، كلهم خرجوا مشرفي الحوثي خرجوا من سجون، لذلك طبيعي جدا أن يتقاتلوا على السرق وأن يتضاربوا على السرق، لا شيء جديد. طيب أعود إلى الشيخ محمد ناصر الحزمي فيما يتعلق ب محاولة تدخل أسرة الحوثي وشخصياتهم سواء عم الحوثي أو ابن الحوثي أو أخ الحوثي، يعني هي أسرة بالأخير،
أو حتى الطرفين المتفاضحين يناشدون الاس دي كما يسمونه في كتاباتهم، يعني عبد الملك الحوثي. بالتالي محاولة، هل هي محاولة تغليب طرف على طرف، استقواء طرف على طرف عبره، كونه هو نفسه ليس الحاضن لكل هذا الفساد ولكل هذه السرقة والقتل والنهب؟ شيخ محمد هل تسمعني؟ طيب السؤال إليك أستاذ زيد إن كنت سمعته. لو كررت السؤال مره ايه، محاوله يعني التصوير بانه عبد الملك الحوثي مرجعيه وانهم يعني يحاولون كل واحد منهم يتقوى به، ما الذي يعني يخفي رغم انه هو كما اشرت انت راعي هذا الفساد وحاضنه ومموله؟ يعني يا اخي هو راعي هذا الفساد ومموله، وهو الان الخلاف ليس لمحاربه الفساد، فهو تصله نسبته سواء من هذا المشرب او من ذاك، نسبة عبد الملك الحوثي تصل إليه. الآن الخلاف هو من يسرق، هل هذا المشرف أم ذاك؟ هذا الخلاف الذي يدور بينهم، وليس الخلاف مثلا لو كان الخلاف على أنه المنظمات الإنسانية التي تساعد في اليمن يتم نهب الأموال والمساعدات، لماذا لا تذهب هذه المساعدات إلى المواطنين عن طريق منظمات أممية مشهود لها أو عن طريق منظمات إنسانية محايدة؟ لا، الخلاف الآن بينهم هو عن طريق من تذهب هذه السرقات، عن طريق أي مشرف تذهب هذه السرقات. أما عبد الملك الحوثي وأخوانه وأولاده وأولاد عمه والذين يحكمون صنعاء، سواء وزير داخلية عمه أو وكيل وزارة الداخلية عمه أو عمه الذي في المؤسسة الأخرى أو عمه المشرف على المنظمة الإغاثية أو ابن عمه الذي يشرف على المؤسسات الحكومية أو كلهم الأسرة الحوثية يصلهم نصيبهم، والخلاف كما ذكرت الآن هو النصيب الآخر أو الجزء الآخر لأي المشرفين سيذهب بس. طيب إن كان معي جاهزا شيخ محمد هل تسمعني؟ شيخ محمد ناصر الحزمي. إذا انقطع الاتصال بالشيخ محمد ناصر الحزمي. تابعت التراشق أو الفضائح الإعلامية التي يقودها إعلاميون، بعضهم بصفته بشكل مباشر وبعضهم باسم مستعار، لكن ما يميزها أنهم يتبادلون وثائق موقعة وممهورة ومختومة لهذه الميليشيات وللأشخاص أيضا الذين واقعين في هذه الفضائح. يعني هذا التصاعد يعني إلى أي مدى يمكن أن يصل؟ هذا الخلاف أو هؤلاء الشخصيات الذين ينشرون هذه الوثائق أو هذه الخلافات هم أجبن من أن يعملوا ذلك لولا أن هنالك من يقف وراءهم. الخلاف الآن أصبح في هرم عالي من المسؤولين المباشرين التابعين لعبد الملك الحوثي. الخلاف الآن يدور بينهم، وكل منهم هؤلاء الإعلاميين الذين ينشرون الوثائق كل منهم موعود من ولي نعمته أنه سيحميه، لذلك انشر أو هاجم فلان أو هاجم هذا المشرف أو ذاك. لذلك الخلاف اليوم وصل بينهم إلى مستوى عالي. هؤلاء الإعلاميين أو النشطاء ليسوا إلا مجرد بنادق تتبع المشرفين، لا يعني لا يمكن لأحدهم أن يتكلم عن قضية فساد أو أن يجرأ على ذلك إن لم يكن له من يحميه، لأننا نعرف جميعا من يتكلم ضد الحوثي في صنعاء كيف يكون مصيره، ونعلم أن هنالك الكثير الآلاف من النشطاء في صنعاء في سجون الميليشيات الحوثية، بعضهم ربما لانتقاد بسيط لا يصل إلى مستوى الكلام عن فساد. أما أن ينشروا وثائق بالفساد بالأسماء ويتبادلون التهم بينهم البين، فهذا يعني أن الخلاف وصل إلى مرحلة كبيرة وإلى المسؤولين الكبار المباشرين المعينين من عبد الملك الحوثي. وهذا ربما يعني مؤشر أن الطفرة وصلت بهم إلى حد كبير، أو أن هنالك ربما سمعت أو سمع المشاهدين الكرام أن هنالك مناطق في صنعاء في عهد المشرفين أصبحت كانت أعلى بناية فيها تصل إلى 3 دور. اليوم في صنعاء مناطق كانت مهجورة في صرف، في بعض المناطق تصل البنايات إلى
11 12 دور. طبعا لا احد يبني غير المشرفين في هذه الايام، والقليل من التجار، لكن الاغلب البنايات تتبع المشرفين، وهذه الطفره سببت خلافات، لانه هنالك مشرفين يتم تعيينهم في مناطق او في مواقع ليس لها مردود مالي كبير، ومشرفين يتم تعيينهم في مناطق كلها عائدات ماليه. العائدات الماليه، العائدات الماليه لدى ميليشيات الحوثي ليست بالقليله، لكن تتصور اذا كان من الغاز فقط يحصلون عليه من مناطق سيطرة الشرعية بأقل من 1000 ريال، ويبيعونه لمواطنيهم أو للمواطنين تحت سلطتهم ب10,000 ب12,000 ب8,000، يعني أنهم يحصدون 8 أضعاف ما تحصده الشرعية من الغاز. الأستاذ زيد الشليف الإعلامي والناشط السياسي شاركتنا هذا الحوار، أشكرك جزيل الشكر أستاذ زيد. وأستكمل الفكرة مع الشيخ محمد ناصر الحزمي عضو مجلس النواب. عندما مثلا يخرج أحمد حامد بنفسه مثلا هذا يعني ليقول أن جريمة الافتراء التي تقام أو تقال حقه ويستخدمها من يصفهم بالمفسدين تجاه المؤمنين، تجاه المؤمنين ليست عند الله بالهينة، أيضا يعني يشي بأن الصراع على يعني أعلى مستوى بالنسبة لهم، لكن يعني لا يمكن أن يخرج عن السيطرة لأن الكل يتحجج بمسمى العدوان. هل إذا يعني تمكنت هذه الجماعة أكثر فإن بذور فنائها موجود في داخلها؟ لا شك في ذلك، يعني لا، لأن الإنسان كما قلت لك كلما أمعن في الإجرام كلما حمل بذور فنائه، وبذور فناء الإنسان هو فساده. ولذلك اليوم نحن نرى أن هناك جبهتين قويتين على فكرة الآن الذين ظهر ما يعلنون هم فريقين، فريق أحمد حامد وهو ممثل المشاط وما يسمى بالرئاسة، وفريق الحرس الثوري أو ما يسمى باللجنة الثورية برئاسة محمد علي الحوثي، وهما جناحان قويا يعني حقيقة. فالطفح الكيل بينهما معناته أن المسألة لم تعد مسألة قابلة للإخفاء، وأيضا الجناحين مقربين من عبد الملك الحوثي، ولا يستطيع الآن أن يجامل أحد على حسب أحد، فهو الآن في حيرة من أمره، لأن الفريقين قويين وكل واحد متمترس يدافع عن نفسه، كما أشرت أن محمد أو أحمد حامد يتكلم عن أذية المؤمنين، هو لا يعرف أنه هذا الشعب اليمني كله الشعب اليمني بمجمله نحن نقول مؤمنين إن شاء الله وسلمين، فهو لا يعرف أنهم هذا المؤمنين بكل ما فعلوه في هذا الشعب، ولذلك هم سيذوقون وبال أمرهم طيب شيخ محمد. أمرهم خسرة. طيب شيخ محمد، يعني عندما يعني البعض يرى بأن من خلال هذا الصراع يرى بأن هواشم صنعاء بالتحديد وهم الذين ساهموا وساعدوا الحوثي على الدخول والتمكن في خطر كبير، وأن لا أدل على ذلك من الاستهداف الذي مورس في حق حسن زيد وقتله وغيره أيضا من الذين ناصروه خلال المرحلة الماضية. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذا أيضا الاستهداف الذي يطال هذه الفئة هو مدعوم من إيران، وإيران تدعم الجناح الأكثر تطرفا وعقائديا بالنسبة له. إلى أي مدى مثل هذا الطرح صحيح وواقعي؟ لا، أنا أتكلم في البداية تكلمت أن هناك خلاف أيديولوجي، هناك خلاف مناطقي، هل هواشم صنعاء في خطر فعلا؟ كما ذكرنا تقسيم أيديولوجي وتقسيم مناطقي، وأصحاب صنعاء يقولون نحن الذين احتضننا ونحن الذين هيئنا البيئة لاستقبالكم يا هاوذة صعدة، ونحن الذين كنا مسيطرين على مفاصل الدولة وعملنا على انهيارها من الداخل، نحن الذين هيئنا هذا الكلام، وأصحاب صعدة يقولون لا، نحن الذين الرأس، نحن ونحن الحق بالحكم منكم. أما هاوذة ما يسمى اليمن الأسفل، فهؤلاء مساكين الله قد أغلبهم بعدهم ما غدت لهم مشرفين من صعدة،
وبدأوا يشتغلون بفكرهم وبقوتهم. ولذلك هذا الصراع المناطقي يضاف إلى 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 الصراع المالي والصراع وصراع النفوذ. هناك مناطق أيضا قوية دخلت في هذا الصراع. ولذلك هاشم صنعاء الآن يشعرون أنهم هم الأكثر، لكنهم هم الأضعف، الحلقة الأضعف، يعني هم كما يسمى بالقوة الرخوة، والحوادث الصاعدة يسمى القوة الصلبة. ولذلك إيران تدعم دائما القوة الصلبة. شيخ محمد ناصر الحزمي عضو مجلس النواب، شاركتنا هذا الحوار، أشكرك جزيل الشكر شيخ محمد، شكرا لضيفي أيضا الذين كان معي في حلقة اليوم. تحية موصولة دائما لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم في حلقاتنا القادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.